الأخ محمد يسأل أيضا عن أنه مصاب بمرض السكري، ومن يصاب بالدرجات العالية في مرض السكري عافاهم الله وشفاهم، يعني يحتاج دائما أن يذهب إلى دورة المياه وينتقض وضوءه دائما. فيقول هو: هل لي أن أقرأ من المصحف الورقي حتى ولو أني لست على طهارة؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويرفع عنه الباس وعن مرضانا وهم المسلمين. ثانيا أخي فيصل، إذا كان حاله، أولا مسألة هل يجوز مس المصحف من غير ما طهارة من الحدث إيش، من حدثين أصغر، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بمعنى هل يلزم المسلم إذا أراد أن يقرأ من المصحف أن يقرأه على طهارة من حدث أصغر؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والأولى في حق المسلم أنه لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة، كما جاء في حديث حكيم بن حزام أن لا يمس المصحف إلا طائر. هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. ولكن إذا تعذر في حقه يا أخي فيصل بأن يعني شق عليه أنه دائما ما ينتقض وضوءه، أو يحتاج إلى الذهاب إلى الخلاء لأن يقضي حاجة في وقت إيش مستوف، الذي يظهر لي والله تعالى لا بأس في شأنه أن يقرأ القرآن ولو على غيري ولو على غير طهارة، وهذه حاله. لكني أقول باستطاعتي الحقيقة حتى يخرج من الخلاف في مثل هذه المسألة أن يقرأ القرآن إما من جوال أخي فيصل أو أن يقرأه من حائل، فبذلك يكون قد خرج من الخلاف في هذه المسألة وهو الأحوط في حقه.